مصاريف. ومالها يا باشا؟ اتفضل اتفضل يا باشا اتفضل حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين يا باشا؟ عند جامع الحصري نفسه؟ الحصري نفسه يا اسطى. وماله يا باشا؟ حبيبي يا الله. مؤاخذة يا باشا، رد على التليفون. اتفضل. الو، عملت ايه؟ يا نهار ابوك اسود. طب وروي عملوا فيه ايه؟ ما انا قلت لك الولا حطيت تدعي البوعه غرقنا يا عم. ماشي قشطه. طب والصباع معاك ولا فين؟ ما انا كنت عارف ان انت معمول لك كمينه برنس. خلاص استناني استناني عند المطب، انا هعدي اخدك. يلا سلام سلام. هعدي فين يا اسطى؟ سلام. هعدي فين يا بابا؟ ما قلت يا باشا ده صاحبي يا باشا، حصلت معاه حكايه، هعدي اخده في الطريق. طب تحصل معاه حكايه؟ طب نزلني او انت يا عم ما تنزل. يا عم انت معانا على الطريق يا باشا، هوصلك. يعني على الطريق هو صاحبك؟ على الطريق يا باشا هوصلك. طب انا مش عايز اتعطل، اهم حاجه يا عم مفيش عطل ان شاء الله. انا بس حبيت اقول لك بس يا عم سيبها على الله، مفيش عطل حبيبي. الله يخليك، تسلم. اهم حاجه روي، ربنا يستر. روي ده اساسا معروف. مين روي ده؟ صاحبك روي ده؟ الكلب يا باشا بتاعنا يا باشا. كلب مين؟ اهو صاحبي يا باشا روي ده، معروف يا باشا. اسمه كلب المزارع. يعني انت زعلان على يا باشا؟ اسمه وحش روي. المزارع اهو روي يا باشا. مش زعلان على صاحبك؟ اركب يا حبيبي. ايه اللي حصل؟ اهم حاجه طمني على روي، طمني على روي حبيبي. روي ماله كش كده ليه؟ ايه روي انت مالك يا روي؟ هس اللكار انا هوب، انا حب النسار انا هوب. روي كان دكتوري يا خال. كمل الطريق، كمل يا عم ثواني. روي كمل الطريق وسيب روي يا عم. روي بيمشي بسيستم. روي كلوده حماره يا حق يا ابو عمو يا خال. ايه يا عم؟ كمل الطريق وبعد كده تكلم روي يا عم. كمل الطريق، ما تنفعلش علينا فيه. ما انا بتفعل علي. انت ايه هو ده؟ ده ارنب. ده قول لي ارنب ايه؟ ده الكلب روي بتاعنا يا باشا. ده كلب واجب، ده اللي خرجه من المعركه. ما تقولش كلب. وانت اللي عمل فيك كده؟ هو انا اتلموا عليه الواد حداد. ما انا قلت لك، انا قلت لك يا عاطف، قلت لك يا باشا انا مؤاخذه. ممكن يا باشا هنروح اخلص انا معاهم الحكايه دي؟ لا تخلص. بص وصل لي. لا 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 مش ينفع. صل على النبي، استنى بس. طب نزلني نزلني تمام. نزلني هعمل هتعمل معايا ظبط؟ لا اعمل معاك ايه؟ انت ظابط ولا ظابط ولا ظابط؟ معلش يا باشا مش يا عم اسمعني زي ما بكلمك يا عم. نزلني هنا يا باشا. ده والله ما هحلك. انت معانا في، انت رايح فين؟ انت معانا في الحوار يا باشا. يا عم انا مش فاضي لك، انا ورايا مشاوير. انا الصاحب لصاحبه ايه؟ الصاحب لصاحبه. انا صاحب. انا عرفت انا لسه عرفت. صاحب انا اعرفك منين انت يا عم؟ تعرفني اقسم بالله، بس انت مش واخد بالك. اعرفك الصاحب لصاحبه يا عم. بس بس افتح بس الباب. افتح افتح الباب. اركب بس اركب. خد ما فيش ركوب. اتلموا عليا. اتلموا عليك. ما تكلم ما تكلمش. جابوني على الارض يا حاج. يا حاج والنبي روي طار. عشان بس عمل ايه روي؟ عمل سوبر روي طار. والصلاه على النبي، الصلاه على النبي. سقف الروي. يا عم انت دخلت منين؟ طب اخش كده. انت سقف الروي. سقف الروي. غير بقى الروي على اثنينه. نزلني يا ابن نزلني. المعركه العاطف راح سحبني كده اهو. المعركه عملها كده معايا. راح ضرب حتاتا. ده صاحب حتاتا. ضرب حد ايه؟ هو انت عامل فيك كده ليه؟ ما انا كنت لوحدي لما روي جه رد لي كرامه. يا راجل لك يا عاطف. طب نزلني. طب ولا عاطف امرني وعمل حركه الدبل كيك. انا استنى يا عم تروح. بس اركب بس اركب. خد بقى ده. طب خلاص هقول لك. انزل يا عم. استنى يا عم. عمل ايه؟ امسك عليه روي. عارف عمل ايه؟ عمل واحده بادي سلام. اوب اوب اديله هو بادي سلام من بتوع روي. عارف ازاي؟ ده انا هعمل لك بادي سلام. لا 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 يا راجل. خدت ابوك انت. مشرب طاقتك. اللي هو سعيدي ما يخافش واللي خلف ما مات. انا يا عم متوضي يا عم. خافش من نزل بس نزل له روي. اديله روي. لا بس روي هشكه شويه. هديله روي هشكه. لا بس بس اديله. هديله روي هو هشكه عاطف. يلا ناخد مع واحد. ترمشي يا عم روي من على ابو روي. دور مع روي. يا روي مين؟ يا دور مع ابو زي البط. يا استغفر الله يا عم. بوز الكلبة. ايوه يا عم استنى استنى يا عم. انا عم الواحد امسك روي. يلا يلا روي بوز الكلب. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا كلب مين؟ اضحك 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 من انت يا تصن انت هو يا تحل يا ابن السم يا حل نخرب بيتكم. بيستك عليه بيستك. ياو ده انا هترمي حاجه عشان انا عندي في انا متوضي عشان انا متوضي. بس لو انا مسوبر سوبر والله العظيم يا راجل واحده اندر تيكر هكمل عليك انا يا عاطف. الله روي اديله روي. والله العظيم انت يا ابني انت يا ابني. خلاص يا عاطف. شيل من الراجل.
كله كله يا شيخ يا شيخ يا استغفر الله بس بس تعالى انتوا انتوا محششين اقول لك انت شارب حاجه هوب سكينه هوب سكينه مين سكينه ده سكينه صاحبه رو انت مش فاهم استغفر الله سكينه وراي طب اين السنه نزلني انت وروح لسكينه وراي وعيال راي ما كنت شدك يا عم فين شدك انا بكلمك شفت بقى شفت انا بكلمك باحترام انا بكلمك باحترام لغايه دول بوز البطه يا اما يهستك عليه بوز البطه ولا خليه ياكلك خليه يهستك عليه يلا هستك عليه هستك عليه بقى يا عم هستك عليه يلا بس هستك عليه اوعى تنهاش هستك عليه بس عشان بوز البطه سيلفي كلبه انا واحد محسود حشاشين والله يا رب هسيكوا عليه بس اسمع اوعى تنهاش وعامل لي فيها دي بس والدلع دي يا دي يا دي على دي دي ده ده إيه يا دي انت تعبان ولا يا ده احنا معانا في الاسلام في الجامع انت تعبان يا راجل انت تعبان الكلب يلا خاف منه امال ايه ده انا متوضع ما تقولش كلب يا الله انا متوضع ده جسد ده جسد ابعد بوسي استغفر الله العظيم طب خلاص بقى انت اديله ركن على جنب يا عم اركن على جنب انا مش يا عم اركن ابعد عنه ابعد راي ابعد عنه ابعد هضرب والله هضرب مش هلا حلك يا انت تعبانين سيبني خد روي بقى سيب روي خد روي افتح 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 يا عم افتح خلاص يا انت تعبان بس انت يا عم افتح الباب يا عم استغفر الله يا عم انت كنت نايم عليا يا عم بنزل معاك انت تعبان بتصرف معايا انت انت هو يا عم كاميرا 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 طب نستني بس هنا تعالى تعالى بس بس روق 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 بس اهدى 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 يا عم انت تعبان لا لا مش تعبان محدش يأثر معايا يا عم كده يا عم خلاص اهدى 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 بس بعزنك احنا بنصورنا صورنا كنا بنصور ده حلقة ده كريزي ده كريزي تاكسي بس انا رجوع بتصوروني يعني ولا ايه؟ لا لا ما تصوروني يا عم ما تصوروني جيب لك الكلب 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 جيب لك الكلب